أوستن في بوكسل. بسبب التصميم غير المتزعزع لإرجاع القدرات الأوكرانية التي تحتاج إليها ملح للدفاع عن نفسها، وأنا ممتن للمساعدة الأمنية البارزة التي وفرتها هذه المجموعة القتالية حتى الآن، ولكن لا يمكن تحمل تكلفة الاستسلام لأن المخاطر كثيرة. أوكرانيا تواجه لحظة حاسمة على أرض المعركة، ونرى ما يحذر رئيس زيلينسكي بشأنه، وإذا ما فشلنا في اتخاذ الإجراءات وإعادة تقييم الأهداف القتالية، روسيا غيرت وحولت تركيزها إلى الدونباس، ونحن لا يمكن أن نقلل من مستوى الخطر الذي تواجهه أوكرانيا. روسيا تستخدم المدافع طويلة النطاق لكي تستهدف مناطق في أوكرانيا وتقصف أراضي أوكرانيا السيادية وتخاطر بحياة المدنيين الأوكرانيين. لذلك علينا أن نشدد التزامنا المشترك للدفاع عن أوكرانيا، وعلينا أن ندفع أكثر لكي نضمن أن أوكرانيا يمكنها الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها وعن أراضيها. ولا شك أن الغزو الروسي غير المبرر وغير الذي لا يمكن الدفاع عنه يعد خطرا وتهديدا للأمن الأوروبي، وكذلك يكون ضد النظام الدولي الذي يحمينا جميعا. لذلك علينا أن نواصل الدفاع وأن نواجه هذا التحدي، والأوكرانيون يقومون بذلك ويدافعون عن وطنهم براعة، وإنهم يحتاجون إلى مساعدتنا. لذلك أنا أتشرف بانضمام ومشاركتي لوزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، وكذلك يسرني أن أشارك القائد مويشوك الأوكراني اليوم، ونحن ممتنون لكم ولرئيس زيلينسكي ولجميع قادة أوكرانيا لشجاعتكم ولتصميمكم. الآن سعادة الوزير ريزنيكوف وأنا كنا على تواصل وثيق بشأن التغيرات على أرض المعركة، ونحن نعمل بكثب لتعزيز القدرات الأوكرانية وحاجتها إلى الأسلحة طويلة النطاق واسعة النطاق والذخائر والهاويتزرز والطائرات والمروحيات والسيارات التكتيكية والمعدات، ومع شركائنا ندرب القوات الأوكرانية على القدرات الجديدة، ونحن ملتزمون بفعل المزيد. ونحن نوفر لأوكرانيا والمدافعين الأوكرانيين أنظمة صواريخ مرتفعة، وذلك سيعزز من قدرات أوكرانيا إذا ما امتزج بالتبرعات المتعلقة بأنظمة الصواريخ من المملكة المتحدة ومن الحلفاء الآخرين. نواصل لعب دورنا، ومنذ أن بدأ الغزو الروسي أكثر من 47 من الحلفاء سارعوا بمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، وهذا انعكاس للغضب الدولي بسبب عدوان روسيا غير المبرر، وهذا انعكاس للالتزام الدولي لإعادة تعزيز النظام الدولي المبني على القواعد والمفاهيم. واليوم أنا أتشرف بأن أشارك الوزراء من أكثر من 45 دولة، وكذلك من ممثلين الناتو والاتحاد الأوروبي، ودعوني أرحب بحفاوة بإكوادور وجورجيا ومولدوفا الذين يشاركون اليوم في اجتماع مجموعة القتال منذ الاجتماع الافتراضي الذي أجريناه منذ 3 أسابيع. أحرزنا التقدم على العديد من الجبهات، والحلفاء قد قدموا الصواريخ أسلحة لكي نعزز القدرة الأوكرانية ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها في دونباس، والعديد من الحلفاء يوفرون الهاويتزرز والذخائر المدفعية، والقوات الأوكرانية الآن تستخدم تلك الأشياء للدفاع عن الدونباس، بينما نوفر الأشكال الأخرى من المساعدات مثل المروحيات والأسلحة الأخرى. لذلك ليس لدينا
لدينا وقت لنهدر، وسنفعل كل ما بوسعنا لتعميق الدعم للقوات المسلحة الأوكرانية، وسنبني القوة لمواجهة مخاطر الغد، وبالعمل معا يمكننا أن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من الهجوم الغاشم الروسي، ويمكننا أن نحشد القدرات معا لكي نثبت أن القواعد والحقائق مهمة وأن ذلك لا يبرر شيئا. وأشكركم لكل ما تفعلونه، ودعوني الآن أتحول إلى صديقي الجيد الوزير ريزنيكوف.